وفي شنني من ولاية جابس مركز إقامة دار الشباب مشروع ثقافي سياحي جديد ينضاف إلى الجهة ويأمل القائمون على المشروع في إنهاء أشغاله قريبا ليعزز المشهد الثقافي تقدمت اشغال تهيئه مركز اقامه الشباب بشنني الذي تنجزه وزاره شؤون الشباب والرياضه بشكل ملحوظ، مشروع يعلق عليه اهالي شنني امالا كبيره لتطوير سياحه الشباب بهذه المدينه ويشددون على ضروره المحافظه على طابعه القديم. ما زلنا في مرحله متقدمه شويه وما زالت الاشغال جاريه وأملنا انه الوزاره معناها تحط ثقلها باش المشروع هذا يتحقق قبل نهاية 2018 فمواعيدنا الثقافية هامة في جابس وفي شنان بصفة خاصة القسط الأول فيه كيما فيه 22 بيت وفيه منها المطبخ والمطعم والإدارة وعندنا منها قاعة متعددة من الاختصاصات هذا المشروع تطالب مكونات المجتمع المدني بإنجازه بالكامل حتى يكون وظيفيا ويحقق أهدافه المطلوب والله باش يعجلونا شوي بالمشروع وماذا بنا في اقرب وقت بحكم ان مشروع معناها بحول الله ناجح وثقافي ومخزون ثقافي لبلادنا مركز اقامه الشباب بشنني جاء بعد طول انتظار وكان من بين المشاريع المعطله بولايه جابس